بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. متابعي قناة جزيرة المعرفة الكرام، السلام عليكم. إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والرسل، وإن جسد الأنبياء سوف يكون طيبا ومطيبا كما هو. والآن سنتكلم عن سقوط جدار النبي صلى الله عليه وسلم وماذا وجدوا داخل قبر النبي. لكن قبل ذلك لا تنسوا دعمنا بزر لايك واشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد أولا بأول. كان سقوط الجدار في فترة الإمام الحاكم في إمارة عمر بن عبد العزيز في المدينة المنورة، عندما سمعوا صوتا قويا في الفجر داخل المسجد النبوي، فذهب الناس جميعا إلى اتجاه هذا الصوت، فوجدوا أن جدار سيدة عائشة رضي الله عنها هو الذي يحط بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحطم وانكشفت قدم. فقال الحاضرون: إننا شممنا رائحة لا نقدر على وصفها. وقد اجتمع جميع الناس، وجاء عمر ابن عبد العزيز، فوجدوا قدما خارج قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كان يتساءل الكثير لمن هذه القدم، وقد شمر الجميع لدخول القبر، ولكن عمر بن عبد العزيز قال: لا أحد يدخل هذا، لا نؤذيهم بعد موتهم. وقال أيضا: ادخل يا رجاء. وكان رجاء بناء قد أحضره عبد العزيز ليبني جدار القبر الذي سقط. وكانت القدم ظاهرة بعدما الجدار سقط، وكانت هذه قدم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المعجزة الأكبر أنهم وجدوا القدم كما هي، وكأنها قدم لشخص حي. على الرغم من أن جثمان النبي فات عليه فترة طويلة بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لم يحصل أي شيء لجسده؟ فقال عبد العزيز: هذه كانت قدم النبي لأنها كانت خارجة من قبره. وقال الرجاء: عندما دخلت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجدت قبر النبي وجثمانه لم يحصل لهما شيء بتاتا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن قبل ساعات قليلة. إنه قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم ولن يتغير منه شيء إلى أن تقوم الساعة، وأن جسد الأنبياء سوف يكون طيبا مطيبا كما هو إلى يوم القيامة، ولا تأكل الأرض منه شيئا، فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي الأخير فضلا وليس أمرا، لا تنسوا دعم هذا المقطع بلايك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد. كل الحقوق محفوظة لدى قناة جزيرة المعرفة. السلام عليكم.